ابو محمد يا مرحبا. الله يبقيك طويل. ابو محمد سؤال، متى كانت بدايه سعد الطويل في مجال الشلات؟ اول شيء الله يسعد صباحك. صباحك. يسعد صباح الحاضرين. والله يبيض وجهك، لي اتحت لنا الفرصه وهم افتحوا لنا الفرصه. يدرون احنا مبتدئين ونحن تونا، بيض وجههم افتحوا لنا المجال، وزينك وجهك انت احد من ذا الاقوياء معنا، خليتنا احنا اللي ننتش. على قد حالنا. على قد حالنا، الله يبيض وجهك. الجمهور العزيز ارجو الهدوء، ارجو الهدوء. الله يبيض وجهكم. فسؤالك وش سديت منه؟ متى كانت بداية سعد الطويل في مجال الشيلات؟ والله بدايته يمكن 2014. من 2014؟ نعم صحيح. نعم. مبدع مبدع يا ابو محمد.